السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبنائنا وأحبابنا طلاب الصف الأول الثانوي مع درس جديد من دروس رياضيات واحد، ويوم سعيد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. لا تنسى حبيبي الكمامة والنظافة العامة والاهتمام بصحتك وصحة الأسرة. نكمل مع بعض الجزء الثاني من درس السابع إثبات علاقات بين القطع المستقيمة، الجزء الثاني. قبل ما نبدأ في التمرين والحل، هنحل تمرين على البرهان ذو العمودين وعلى خصائص التطابق وخصائص المساواة باستخدام هذه الفقرة. تعلم سابق خدته قبل كده أذكرك به من خلال هذه الخصائص. جاب لك ثلاث خصائص هذكرك بيهم. رقم واحد، فقرة أولى بيقول لك أنا عندي القطعة المستقيمة AB تطابق القطعة AB نفسها، اسمها خاصية الانعكاس الدرس الماضي واللي قبله. طيب رقم اثنين، إذا كان عندي القطعة المستقيمة AB تطابق القطعة CD، و أو فإن القطعة CD تطابق AB بدلنا، اسمها خاصية التماثل، برافو الدرس الماضي. لو عندي إذا كان القطعة المستقيمة AB تطابق CD و CD تكررت تطابق قطعة أخرى جديدة EF، بتعدى CD أو أحذفها هيتبقى معاك فإن القطعة المستقيمة AB تطابق قطعة مستقيمة F، اسمها خاصية التعدي، بتعدى المسافة. زي ما قلت لك سافر محمد من جدة إلى الطائف ثم من الطائف إلى الرياض، ممكن أعدها في خطوة واحدة أقولي سافر محمد من جدة إلى الرياض مرة واحدة، اسمها خاصية التعدي. نكمل مع بعض بقية التمارين من خلال تحقق من فهمك في كتاب المدرسة. رقم واحد بقول أكمل البرهان الآتي. المعطيات عندي على الرسم قطعة مستقيمة تبدأ من جي ثم K ثم L ثم M أمامك على الرسم. المعطيات بتاعتك JL من أول J إلى L، المسافة دي القطعة دي تطابق من K إلى M. المطلوب عايزي نسبة JK، فين JK؟ الجزء الصغير هذا يطابق LM. احنا استخدمنا المرة الماضية استخدام الجمع في القطعة المستقيمة، نستخدم هذا خاصية الطرح في القطعة المستقيمة. نشوف البرهان ذو العمودين، بيجي لك كده برهان بيقول لي أكمل هذا البرهان. ازاي كمله؟ قلنا بمشي من العبارة من اليمين الى اليسار، لقيت فراغ في اليمين اكتبه حسب الخاصية اللي في اليسار، او العكس لقيت فراغ في اليسار اشوف الخاصية والعبارة اللي على اليمين استفاد منها واكتب اسم الخاصية. واختصر لازم اكتب الخاصية كاملة بالتفصيل زي ما نشوف دلوقتي. نبدأ نشوف الحل في العبارة رقمين. ايه مكتوبة امامك هي وجابتها مكتوبة خلاص كاملة مش هكتب شيء، المعطيات نقلناها. تبيه عملي حول من قطعة مستقيمة إلى طول إلى مسافة، يعني حذف العلامة اللي فوق دي، خط الفوق ده قطعة الفوق دي حذفها، يبقى قد تطابق حولها يساوي. هنا قطعة مستقيمة حذفها كتب طولها مكانها، يبقى أنا عندي جي إل يساوي كي إم من خصائص التطابق، أكتب خاصية التطابق قطعة مستقيمة. ممكن أكتب خاصية التطابق فقط، خاصية التطابق فقط مش لازم كلمة القطعة المستقيمة دي، مش مهم، اللي يهمني اسم الخاصية التطابق. يبقى يطابق يساوي قطعة تطابق قطعة أحوالها مسافة تساوي مسافة. وقلنا قبل كده جالك قطعة تطابق قطعة حوالها أنت مسافة تساوي مسافة أو طول يساوي طول، والعكس جالك طول يساوي طول أحوالها قطعة تطابق قطعة. طب تعال نشوف الخطوة 50، جابها لك بالإجابة في المبررات هي مسلمة الجمع. استخدم الجمع يبقى انا اطبق هنا خاصيه الجمع. طب ابص على الرسم على الحروف، نبدا نشوف على الحروف هي جي كي زائد كي ال، كي مكرره تحذفها تعداها يديك جي ال، برافو جي ال ام من اول جي الى ال. نفس الكلام كي ال زائد ال ام تحذف ال ال مع ال ال يديك كي ام، المسافه كلها بالحروف. طب انا على الرسم جي كي ادي جي كي زائد كي ال ماشي مسافتين ورا بعض اهو، باستخدام خاصية مسلمة الجمع هجمع جي كي زائد كي ال يديك جي ال في الحالة الأولى. نفس الكلام كي ال زائد ال ام ادي كي ال زائد ال ام، مسافتين اهو طولين قطعتين اجمعهم على بعض يعني هيديك كي ام مرة واحدة. تعال نشوف الحل، الحل بتاعك اهو جي كي زائد كي ال يديك جي ال، كي ال زائد ال ام يديك ام، وقلناها على الرسم جزء هذا زائد هذا يديك جي ال كله، كي ال
زائد الام يديك كي ام كلها. اسمها خاصيه مسلمه الجمع زي ما خدتها قبل كده. طيب نشوف رقم دي محلوله، انا عايز اعرف الخاصيه. طيب انا عندي ايه؟ الايمن يساوي الايمن من الخاصيه رقم بي، هستخدم دي من التعويض رقم بي. جي ال يساوي كي ام، دول متساويين. الايمن يساوي الايمن، يبقى الايسر يساوي الايسر. استخدام خاصيه التعويض، عوضت من بي في رقم سي، اتحولت الى دي. اقول تاني، اخترت رقم بي في رقم سي وجي ال تساوي كي ام متساويين في رقم بي، هستخدم التعويض. الايمن يساوي الايمن، يبقى الايسر يساوي الايسر. هعمل ايه؟ هستخدم الطرح، هحذف كي ال وكي ال من الطرفين، احذف كي ال وكي ال. عملت بالاحمر اهي بالتفصيل اهي خاصيه الطرح. لما احذف كي ال وكي ال هتبقى معاك مين؟ جي كي وال ام. اكتبها هنا بعد التبسيط. طب تعالوا نشوفها على الرسم. انا عندي يا شباب جي ال، هعزم منه كي ال. لما احذف الجزء في الوسط ده هتبقى اللي تحت هذا جي كي. نطلع فوق، انا عندي كي ال، كي ام اهي، هعزم منها برضو كي ال، هتبقى ال ام. يبقى انا عندي جي كي يساوي ال ام بالحروف. اعزف كي ال مع كي ال، استخدم خاصية الطرح رقمي. بسط، هتبقى مع جي كي اكتبها وال ام اكتبها. طب مسافة تساوي مسافة، طول يساوي طول بعد التبسيط. انا حولها من يساوي الى يطابق، احط علامة قطع فقط لغي. يبقى احنا بدأنا قطعة تطابق قطعة، حولتها يساوي. في النهاية في الحل، انت جبت مسافة تساوي مسافة، طول يساوي طول، حول يساوي الى يطابق، بس اوضع علامة القطعة على القطعة من فوق. يبقى جالك في السؤال يطابق، انا اجيب يساوي. جالك يساوي، انا اجيب يطابق. ادي خلاصة الموضوع، وهنأكد ذلك من خلال التمرين التالي من تدرب من كتاب المدرسة. عندك رقم 3 في التدرب، سي منتصف ايه اي ومنتصف بي دي حسب المعطيات. وايه كمان؟ ايه اي يطابق بي دي، اي قطعة طابق قطعة. يبقى انا استفاد منها مسافة تساوي مسافة او طول يساوي طول. يعني عندي ايه اي كلها، خط هذا القطعة هذا يساوي قطعة بي دي. تعال شوف البرهان نكمله ازاي. نفس الطريقة شو قلنا، بتحرك من اليمين لليسار. العبارة مكتوبة، اكتب المبرر. المبرر المكتوب، اكتب انا العبارة. طيب نشوف السؤال رقم ايه. مكتوب معطيات في المبررات، اجيب انا المعطيات انقلها. انقلها من فوق. في منتصف، في منتصف. طيب رقم بي مكتوب العبارة، اي سي يساوي سي اي. ادي اي سي يساوي سي اي. الطول ده يساوي الطول ده، او المسافة دي يساوي المسافة دي. نفس الكلام، بي سي يساوي سي دي. اسمها خاصية ايه؟ ها؟ برافو، نقطة المنتصف من استفاد من المعطيات. طيب رقم سي، اي اي طوله يساوي بي دي. المسافة اي او طولها يتساوي طول بي دي. جبتها من ايه؟ من التطابق اللي فوق، خاصية التطابق. ادي اي اي قطعة تطابق بي دي، القطعة اي كلها تطابق قطعة بي دي كلها. هو عطي يطابق، انا حولتها يساوي. اسم خاصية ايه؟ برافو، تطابق قطعة مستقيم. انت زي. طب ايه اي طوله يساوي بي دي. رقم دي العبارة محذوفة، عايز اكتبها اكملها. استخدم المسلمة اللي قدامها، الجمع. هيجمع ايه؟ اجمع اي سي وسي اي عشان يديك اي اي اللي في الشمال هذا في الايسر. واروح برضو اجمع بي سي وسي دي يديك اللي في اليمين هذا. يبقى انا هجيب اي اي وبي دي باستخدام ايه؟ اجمع الجزئين بتوعه. الاي اي بتساوي ايه؟ اي سي زائد سي اي. برافو، ادي اي سي زائد سي اي اللي هو حق اي اي. نفس الكلام، بي دي بتساوي ايه؟ بي سي زائد سي دي اهي. يبقى رقم دي استخدمت مسلمة الجمع اللي هي جزء زائد جزء يديك الكل، جزء زائد جزء يديك الكل. طيب احنا خدنا في رقم سي اي اي يساوي بي دي، صح ولا لا؟ صح ولا يا شباب؟ نعم. طيب لما اي يساوي بي دي يعني ايه؟ الايسر يساوي الايسر، يبقى الايمن يساوي الايمن. يبقى عندي اي سي زائد سي اي اهي يساوي بي سي زائد سي دي.
واضح؟ يبقى انا عندي الايسر يساوي الايسر، اعوض الايمن يساوي الايمن، اسمها خاصيه ايه؟ التعويض في الفقر اي واف. يبقى انا عوضت في اي واف من دي، خدت من دي الايسر يساوي الايسر، عوضت الايمن يساوي الايمن. لكن خلي بالك بي سي احنا قلنا في الاول سي في المنتصف، وسي في المنتصف يعني بي سي تساوي سي دي، بي سي تساوي سي دي، عوضت عنها، شلت بي سي عوضت عنها سي دي لانه متساوي حسب نقطه المنتصف. هنا اي سي مكرره كم مره؟ مرتين، بسطهال يبقى 2 اي سي. سي دي زائد سي دي كم مره؟ مرتين، يبقى 2 سي دي. يبقى انا عندي 2 اي سي 2 سي دي. التبسيط اكس على 2 بخاصيه القسم في رقم اتش، قسمت هنا على 2 على 2 اعطاني اي سي يساوي سي دي. طيب طول يساوي طول او مسافه تساوي مسافه، يبقى قطعه تطابق قطعه، هتحول يساوي الى يطابق، وتحط لي علامه فوق هنا وعلامه فوق. يبقى جاب لك في السؤال اللي فات قطعه تطابق قطعه، استفدت يساوي في النهايه. هنا انت جبت يساوي طول يساوي يساوي طول، استفدت قطعه تطابق قطعه. خلاص الموضوع يا شباب تطابق قطعه مستقيمه، جالك في السؤال طول يساوي طول، استفاد قطعه تطابق قطعه، والعكس جالك قطعه تطابق قطعه، استفاد طول يساوي طول. اتمنى لكم النجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.